حاضر، بس الأول خليني أقولكو إحنا هنبنى في سنة 67، والتحقيق من 5 مايو. إبنة إسماعيل إنها تحتل أرض سيناء بعد هزيمة مفاجئة من الجيش المصري، ما حاربش تقريبا بعد هزيمة يونيو 14 يوم. بس قدروا المصريين إنهم يواجهوا أول ضربة قوية للجيش الإسرائيلي، تدمير المدمرة إينات، وابتدت حرب الاستنزاف، واستمرت لمدة 6 سنين. وفي يوم 6 أكتوبر سنة 1973 بدأ الهروب. بعد واضح احنا هنبنى ليه؟ هنبنى عشان ننجى أرضنا، مهنبناش عشان نحتل أرض وناخد حاجة مش من حقنا. أيام حرب أكتوبر نشرت إسماعيل مجموعة من الأساطير والخرافات عن جيشها، ما يتهزمش وعن خط بنيف فمحدش يقدر يعديه. خط بنيف كان سات انضرابي مرتفع زي في أجزاء منه موجودة دلوقتي. إسماعيل كانت بتعتبره خط منيع محدش يقدر يعديه، وعشان كده كانت دهشتهم كبيرة لما وقفوا الجنود والمهندسين المصريين وثبتوا مضخات في مياه القناة. اتدفعت المضخات دي خناطين قوية زي مدافع واجهوها على السد المطنبي. كان المطلوب انهم يفتحوا فتحات كبيرة في خط البراميل حوالها 75 عشان طاب منها القوات، واستغنقت العملية دي حوالي 16 سنة. أيوة كده نتكلم عن حكاية المعركة. أحكي لكم بقى طنانة مصنع عمل ايه. طنانة مصري كان مكلف بتنفيذ 6 مهام: تدمير مطنات العدو، معارك سينا، ضرب قوات العدو المدمرة. كانت مستعدة عشان تضرب المشروع العسكرية المصرية، وأخيرا ضرب مركز القيادة الإسرائيلي في أم خشيد جنب مركز نكتنوني. كان الهجوم الدولي نجح في تنفيذ أهدافه، كانت مفاجأة مذهلة للإسرائيليين. فكان مشتبه مع طنان الإسرائيلي وأنهك بيه خسائر كبيرة، لكن صلاح طيران ما كسبش المعركة لوحده. هي معركة حرب أكتوبر مع نبض الدبابات، إن وصفوها بأنها أشمس معارك الدبابات بعد معارك الحرب العالمية التانية. في يوم 14 أكتوبر بدأ هجوم بني شامل للاستيلاء على مناطق استراتيجية في سيناء. في الوقت ده كان في أكتر من 1000 دبابة مصرية عبرت القناة، وحاولت القوات الإسرائيلية إنها تتصدى للدبابات المصرية، لكنها فشلت. أيوة فشلت وتراجعت، ده غير قصص وبطولات جنود المشاة ضد الكبير اللعبة الصاعقة. وحققت السيراميك المصري والمدفعية، وفي النهاية حققت الحرب بهدف مهم، إذن القوات المصرية إنها تنهي معركة خط بنيف في 6 ساعات، وتقدر تستنب بجزء كبير من الأرض المحتلة وتضحك من الإسرائيليين خسائر كبيرة. كل الأسئلة دي هيكون قدامكم فرصة إنكم تجاوبوا عليها بعد ما تزوروا سينا وتشوفوا بنفسكم الأجزاء المتبقية من خط بنيف.